بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. في المؤتمر الصحفي اللي قبل مباراه برشلونه وسيلتا فيجو، رونالدو كومان لما سالوه على انت هتكمل مع الفريق ولا لا وايه تطلعاتك، قال لهم ان انا مستغرب جدا من التعامل معايا من الصحافه الاسبانيه الاسبوعين اللي فاتوا، مش عارف بيتعاملوا معايا بطريقه سيئه كده ليه، مع ان النتائج والارقام بتقول ان احنا تحسننا تحسن ملحوظ. طب مانجويزا قالك لا، مانجويزا انا شكرته على الفتره اللي قضاها مع الفريق ونزلته فريق نضيف علشان خاطر ينزل يلعب معاهم ماتشات مهمه. طب بالنسبه لنا احنا يا سيد كومان، احنا بننافس على الدوري ولا احنا بننافس على المركز الثاني، ولا الماتشات اللي بالنسبه لنا دي مش مهمه واي حاجه؟ لا، انا عندي خط دفاع في الاسطوره الحيه بيكيه وجنبه كليمو لانجلي، واحط النهارده اروخ اللي هو مش مصاب، فانا محتاج العبه، فانا مش محتاج مانجويزا في اي حاجه يا جماعه. عثمان ديمبلي هيكمل معايا ناحيه اليمين. ايه استنى خط الدفاع بتاعك، طيب يعني منجوزه ايه ومش منجوزه ايه يا اسطى منجوزه اللي نزلته رديف اساسا يا حبيبي. لا لا من بعدها عشان ما اضحكش عليك، انا قلت انا اتفرج على ماتش اتلتيكو مدريد وما حرقش دم، لان واضح كده ان هيبقى فيها عك كتير النهارده. ببص لقيت ميسي جاب هدف كره براسه، قلت الله كويس والله، احنا فعلا ممكن ننافس بقى، ده هم كلهم متعادلين وبرشلونه هو اللي فايز، والله كويس احنا خلصنا بدري قدام سالتا فيجو. ما كنتش فاهم اللي فيها والله، معلش والله ما كنتش عارف اللي فيها، ما كنتش عارف ان احنا عباره عن خيال مآتة زي ما علي محمد علي ما كان بيقول على بيكيه. التصويبه الوحيده اللي راحت بيكيه من كتر الادب الزياده بتاعته، بيحط ايده على ظهره والكره بيتم محرزها هدف. ده بيكيه اللي انت استبعدت علشانه او علشان خط الدفاع القوي بتاعك، انت نزلت منجيزه تحت. على فكره مش منجيزه لوحده، هو اللي لو كان موجود النهارده كان ممكن يفرق. الفكره كلها فكره العدل يا صديقي، العدل. منجيزه علشان خاطر ماتش او ماتشين قدمه بطريقه سيئه نزل فريق نضيف تاني، انما جيرارد بيكيه لما يخرب قبها عادي مفيش اي مشكله. كليمو لانجلي لما يضيعنا في ماتشات كتير عادي مفيش مشكله، اللعيبه الصغيره بس اللي هتدفع الثمن في برشلونه، علشان كده عمرنا ما هنشوف اي حاجه عدله. حتى كمان سيرجيو روبرتو الاصابه بتاعته سياسيه بحته، دلوقتي لما خربها خالص والدوري راح خالص قال لك اصابه سيرجيو روبرتو، واحنا خلاص يا جماعه احنا هنكمل وهننزل سيرجينو ديستا برده النهارده هيقعد دكه لعثمان ديمبيلي، واحنا كويسين والله يا جماعه احنا حلوين اهو يا عم. قلت لك من الاول احنا بننافس صدفه، والله العظيم بننافس صدفه، احنا مش حلوين، ده الريال واتلتيكو هم اللي زي الزفت، بس بصراحه هم اجبروا ان احنا نتابعهم النهارده عشان ما اضحكش عليك. احنا كنا قاعدين نتفرج على الماتشات بتاع اتلتيكو مدريد وريال مدريد كجمهور برشلونه اكتر ما كنا مركزين مع ماتش برشلونه وسالتا فيجو، بصراحه عشان ما اضحكش عليك، لان بعد هدف التعادل كميه ملل غير طبيعي، فالواحد كان بيقلب يشوف اتلتيكو مدريد. لما اتلتيكو دخل في مرماه هدف وناتشو جاب هدف قلت يا لهوي، الليجا راحت لريال مدريد في موسم واحد من اكتر المواسم السيئه لريال مدريد، دول اوسخ مننا يا رجل، ياخد ليجا ايه؟ علشان خاطر ان اللودي ربنا يكرمه ويجيب الهدف الاول، وقتها قلت بس سيب ماتش برشلونه 1-1 وطرد ويلا في ده غرف 60 ده، يعني هكمل ماتش اتلتيكو مدريد واوساسونا، علشان خاطر سواريز بيرد على كل المشككين وبيجيب الهدف الثاني لاتلتيكو مدريد. سواريز اللي احنا مشيناه عشان الاسطوره بسوايد ده، والله هو ونفس المدرب العبقري هو اللي مشاه برضه. عليكم على الساعه اللي اتجمعتوا كلكم فيها برشلونه، بس يلا نفس اللي احنا كنا متوقعينه، هو احنا كنا بنقول انها سنه صفريه، لكن الحمد لله طلعت بكاسه يا صديقي، فالموضوع مش صفر قوي. وبرضه هفضل وجهه نظري في رونالدو كومان ان مدير فني مالط وانه نافس بالصدفه، بس احلى حاجه النهارده ان هو خلانا كجمهور برشلونه ما نركزش مع خساره ولا الهزيمه ولا تغيير بيانتش اللي هو تجليل عايز يبيعه لاي حته مش عارفين يبيعوه، فهننزله يلعب 10 دقايق مش مهم نكسب ولا نخسر، احنا خلاص بقى مركز ثالث فكده كده خربانه، علشان خاطر كل واحد ياخد على قد المجهود اللي هو عمله. سيميوني وزيدان بقدر المجهود اللي هم عملوه يستحقوا ان هم ينافسوا على الدوري لحد اخر اسبوع، وانت رونالدو كومان تستحق ان انت تقعد تتفرج عليهم بس لا اكتر ولا اقل. لو الفيديو بعد كل ده ممكن يعجبك فممكن تعمل لايك، لو ما عجبكش فبراحتك.